شكرا شكرا. جد فخورين اليوم باستقبال مجموعة من الشباب من الأطفال المبتكرين المبدعين من ولايتي سطيف ومسيلة. فريق مسيلة الذي تميز وقام باختراع عدد من الابتكارات، منها روبوت، منها مزرعة ذكية، منها أيضا حذاء ذكي للمكفوفين، وكذا فريق سطيف الذي شرف الجزائر بنيل أول رتبة الأولى في المسابقة العالمية للروبوت في كوريا الجنوبية، وهذا شيء نفتخر به كثيرا. شاركنا ببروجي اللي كان مزرعة ذكية ونال المرتبة الأولى عالميا في كوريا الجنوبية، ويعني الحمد لله تغلبنا على منافسين من دول متطورة مثل الصين، روسيا وكوريا الجنوبية. يعني بفضل أساتذة، بفضل عطاونا يعني كاين مساحة، عطاونا الماتريال، يعني قدرنا نجسدوا الأفكار تاعنا. يعني الدعم كان معنوي وكان مادي أيضا من طرف نيو جيت. حنا نحبين يعني الأوبجيكتيف تاعنا الأول هو نقعدوا في هذه المرتبة، تسمى ما نزيدوش نهبطوا، تسمى العام الجاي العوام القادمين نقعدوا في يعني في ضمن في المرتبة الأولى، تسمى نسيو ما نهبطوش، نزيدوا نديروا دي بروجي واحد أخرين. عندنا يعني دي بروجي هكذا نخموا فيهم باش نزيدو نشاركو بهم في كومبيتيسيون واحد اخرين، كاين القادمه جايه في روسيا كاين كدا كومبيتيسيون، نزيدو نشاركو فيهم ونحتلو ان شاء الله المرتب.